أسرع فارس وأسرع فرس. دنيا زاد وخديجة يكونوا عندي هنا في قلعة ألموت. عدى وقت على هروبهم زي ما عرفت. هروب دنيا زاد وخديجة من القلعة أمر لا يغتفر يا برزق. أكيد حد سهل خروجهم. رجوعهم أمر مهم. لو وصلوا السلطان مش هيرحمهم. ولو رجعوا أنت مش هترحمهم. عدم رحمتي ليهم رحمة لينا كلنا. اختيار مختار أمر بسيط، لكن ضمان سرعة وصوله ليهم أمر مش بسيط يا سيدنا. أنا عايزك تبعت مختار تاني ورايح يا ابن سعيد المؤذن. يقتله. ومهمة يحيى ابن سعيد؟ برزك، هو لو يحيى عرف إن حبيبته مش تحت إيدينا في القلعة تفتكر هيكمل مهمته؟ أوامر سيدنا. قبل ما يوصل يحيى لبغداد يكون اتقتل. وطبعا الخبر ده سر بيني وبينك وبين الشابين. ولو رجعوا أحياء يتقتلوا. وأكيد مش محتاج أقول لك يا برزك إن لو السر ده اتسرب مش هيكون في وجود لبرزك وميت. فاهم سيدنا.